içinden yüklü ağırlığı her hecinin garantisi yok bir sonraki nefesin. İlkin yemlini yaşattıkları için nerede şimdi? Gezerim beyaz kuzularını kaybetmiş çobanın sessiz köyünde. Herkes bir gün batacak kel ele güneşle. Kelepçesini açtım öfkemin, dedim artık serbestsin. Serbest. Parçaladı dizlerimi yumruklarım. Hırsımı çıkaramadım pek net. Affetmediğim için beni affet. De ki kötü gittiğindendir kendiyle ettiği sohbet. Alev aldı içim, yağmur aradı sevdiğim. Hırsımı çıkaramadım pek net. قبل ما تنقتل بيوم واحد هاجمتيها بغرفتها وهددتيها وكل اللي كان جوات قلبك قلتيه وكان في شهود. يا ريتك نطرتني قبل ما تبلش مع التحقيق سيادة النائب، غير هيك اللي عم تقوله هلا ما بيوضح شيء ابدا. بس بيوضح انه عنده سبب حتى تقتل نهال. سيادة النائب، بس انت قلت هالشيء بنفسك انه اللي صار كان قبل بيوم من قتله، مزبوط؟ ايه مزبوط. وشو فيها؟ فيها كتير. خلال هاليوم اللي مر قامت القيامة بالسجن وصار في تمرد، وقتها كانت المغدورة على الأرض. واضح كتير إنه هالجريمة مخطط لها سيادة النائب. هاد الحكي مو مزبوط، ما إنه مزبوط. من وين لقيتي سكين؟ ما لقيت بولا مكان، أنا ما معي سكين ولا رح يكون معي سكين. ما كان معك مسدس كمان، ورغم هيك قوصتي زوجك. لو سمحت سيادة النائب، القضية لسه ما طلع فيها حكم. مزبوط مزبوط، صح حكيك، الحق معك. بس شو بيصير إذا في ساعي قصابت المكان مرتين؟ ها؟ بيدور الواحد على سبب لهالشي، مزبوط حكي؟ دينيز، انت عندك مشكلة كبيرة مع الدولة، ما بتقدري تتحملي الضغط. زوجك كان يضغطك، انت قوصتي وما تحملتي السجن، انت قوصتي الست نهال. انا قوصته، تمام قوصته، فعلا انا قوصته، انا قاتلة سدفعها بقوص كل اللي بيطلع بمشي. اهدي شوي دينيز، في شي جريمة هون او هون مشان كمان تتهموني فيها؟ مستحيل يكون في شخص بهالدنيا غيري بده الست نهال تقوم هلا وترجع تعيش من اول وجديد. سيادة النائب، انا بفضل انه نحكي لحالنا. ممكن نكون مزعوجين ومعصبين من حدا بالبيت بالشغل بالشارع، ايه بس ما بنقتله اذا عصبنا منه. انا مستحيل اقتل حدا. سيادة النائب، ليك فحصنا كل تسجيلات الكاميرات، الجريمة صارت بنقطة بعيدة كلية عن نطاق رؤية الكاميرات اللي موجودة، وهذا النوع من النقاط قليلة كتير بالسجن. دينيز مسجونة من 3 أيام تقريبا، وهي أول مرة بحياتها بتكون مسجونة. يعني برأيك حتقدر تكتشف هاي النقاط خلال 24 ساعة وكمان تخطط وتروح وتلاقي سكين من شي مكان وتقتلها؟ كل هالشي ما له علاقة بالمنطق أبدا سيادة النائب، وغير هيك الإجرام ما له بتاريخها بنوب. صحيح ما عنا أي دليل يثبت إنه مو هي اللي ارتكبت الجريمة، بس كمان ما عنا دليل يثبت التهمة اللي عليها سيادة النائب.
ليكي في زلمة؟ لاقي لي شي أهم منه دودو. زلمة دينيز؟ خير؟ ليش ما جهزتي حالك؟ بعد ساعة وقت الزيارة. إيه صح، أنا لازم ألبس. إيه طبعاً، بس روحي عملي دوش قبل وقت الزيارة لتشوفك بنتك نظيفة ورايقة. تمام، فكرة منيحة، يسلم. وتعي لقرالك طالعي عطول بيتحقق على فكرة. شوفي طالع لك زلمة. خلص بقى مشان الله تركينا من هالقصة. مساك ابني. رح انهي اليوم تقريري وارجع عنقرة بكرة. الوزارة رح تبحث وتعين مدير بأقرب وقت ممكن، ولحتى يصير هذا الوقت المكان بأمانتكم. شكرا سيدي. موفق 200 بيت. شكرا. موفق ان شاء الله. وانتي كمان. رح نشوف مين رح يتعين هلا. قريبا رح نعرف. انتباه الى كل السجينات، رح تبدا الزياره المفتوحه بعد ساعه من الاكل. انتباه الى كل السجينات، رح تبدا الزياره المفتوحه بعد ساعه من الاكل. إن شاء الله ريتو نعيماً يا عسل، بس ما نكون أزعجناكي. شو بدكم؟ قلي شو الموضوع؟ بدي تدفعي دينك. شو؟ شو هو؟ انتي مدينة لقلي بمعروف. نسيت شفتو؟ صح. شو أعمل؟ رح تشتغلي لصالحي. كل شي بتعمله عزراء بتخبريني فيه ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. من أول ما أجيتي قتلتيها لنهال، والجو كله تخربط. ويمكن تقتلي عزراء بعدها، ما هيك؟ ليكي أنا ما قتلت حدا بنوب، ماشي؟ إن كنتي قتلتيها ولا لا مو مهم نحن شو مفكرين أو إذا مقتنعين ولا لا، بس الناس بتحب تشوف القاتل قدام عيونها فوراً وبنفس اللحظة. هيك دغري. هلأ إذا تحققت العدالة ولا لا ما كتير مهم، انسي القصة. ما في أي شيء مهم، بكفي الناس تشوف شخص هيك قدامهم ليحطوا كل حقدهم وغضبهم وسيطرتهم عليه وبيمسكوه لحتى ينتهي على الآخر، لحتى ما بقى يقدر يتنفس أو يحكي. هاي هي أنت،
انت هي القاتلة اللي عم يدوروا عليها. تعرفي شو معنى هالحكي يا عسل؟ مؤبد يا حلوة، مؤبد. إذا أنا قدرت حاول ظبط الوضع، ممكن مثلاً حاول ما خليهم يضربوك على وشك. إيه بس أنتي لازم تكوني مثل ما بدي. إذا قررتي تسندي ظهرك لعذراء ما رح يصير خير أبداً وقتها. نفتح صفحة جديدة نضيفة أنا وياكي. أنا إيدي طويلة هون جوا وحتى برا كمان. يلا لازم تقرري هلأ وفورا. بدك تختاري، أنتي معي ولا مو معي؟ يا بتكوني معي يا أما من دوني. أنا ما رح أكون بطرف حدا منه. اللي بدي إياه أطلع من هون بدون أي مشكلة أو أي مصيبة. لو سمحتوا اتركوني بحالي بقى، ما بدي شي. بدك تروقي؟ بدون أي مشكلة أو مصيبة؟ ما أنت كل حياتك صارت مشاكل ومصايب يا حلوة. الواضح إنه هي الشوكة أبداً ما نوافية، ما هيك؟ بنورجيها إمتى معلمتي؟ رح يفتشوا مرة تانية، بدي إياكم تكونوا جاهزين. على راسي يا حسين. معلمتي شو نساوي؟ بدك نفجر القنبلة؟ رح نفجرها طبعا، ليش لحتى نحط قنبلة إذا ما بدنا نفجرها؟ خلونا نفجرها لحتى هالحلوة تعرف إنه الوفاء مانا كلمة هيك وبتنقال. بيصير خير. دينيز ديمير، تعي معي شال زيارة. نحن لوين بدنا نروح؟ عالزيارة. امشي. عالزيارة؟ بس مو من هون لزيارات. أول شي لازم توقعي شوية وراق.
امشي. فوتي يلا. افتح افتح لي الباب يلا. يا حلوة. حلوة. قلتي لي ما بتشتغلي لصالح حدا صح؟ حلو، معناتها فيكي تعتمدي على حالك بكل شي بيواجهك. شو عم تعملوا؟ رح وصل سلام حلو لبنتك. لا استني بعدي. لك لا اتركيني. لا استنوا. يا الله افتحوا لي. افتحوا يا الله. حبيبي ابني الحلو البطل، اشتقت لك كتير يا حبيبي. ها كيفك؟ طمني عنك. نحفان كأنك ما؟ لا أمي. بلا بلا نحفان كتير. شو؟ ما بعرف يمكن. ليش ما عم تهتم بحالك؟ لا أمي عم بهتم بحالي، يعني يمكن لأنه ما عم باكل من أكلاتي. هي رفيقتك؟ تعرفنا جديد، وقالت لي إمها هون كمان، حتى قالت لي إنه عم تتحاكم بقتل المديرة. يعني رح تكون صديقة العيلة. إمها رفيقتي بالسجن جوا، بس ما بدها تشوف بنتها كتير هالفترة، ما بعرف ليش. رح يصيروا نسايبنا مو هيك؟ لك لا أمي شو عم تقولي؟ دير بالك على كنتي فهمان؟ أمي ولا خلاص. دير بالك على كنتي منيحة، لأنه أنا وأمها رفقات كتير جوا للموت. انتهت كل الزيارات، كل السجينات يرجعوا على أقسامهم. انتهت كل الزيارات. كان عنا مقابلة مع دينيس ديمير وما أجت، معلش تشوفي وينها. لحظة شوي. دينيس ديمير رفضت طلب المقابلة. بني برادر ما أرهمها أنه
بابا كل شي صار كان بسببي أنا. عدم صرنا كل شي صار بسببي. Saçlarına yıldız düşmüş koparman ne ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparman ne ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparman ağlama saçlarına yıldız düşmüş koparman ağlama. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. تعرفي أنا كان حلمي من أنا وصغيرة يكون شعري سبل هيك. شو أنتي جنيتي يا بنت؟ شعراتك مثل عرف الأسد، يا ريت كانوا شعراتي مثل شعراتك. إذا بتحكوا عن الشعر قدامي مرة تانية بقتلكن والله. طالما الجذور موجودة بيرجع بيطول، لا تعصبي علينا. بس لأمسكها العذراء بدكن قيمي قيامتكن هلأ ولا بتستحوا على حالكن وبتقوموا؟ شو وينها خديجة؟ خديجة؟ الابن غير يا معلمتي. مبروك معلمتي. الله يجمعكم معلمتي. خدي افتحي. شو هدول مراد؟ افتحي. شو معلمتي؟
قال بدك ياني. يلا طلعوا لبرا يا بنا، طلعوا كلكم. قلت كلكم. آه. ها. شو عملتي بالأمانة خديجة؟ حطيتيها مكانها؟ قصدك الإسوارة؟ شو بده يكون غيرها خديجة؟ شو لك أنا طبعا حطيتها، ليش شي مرة طلبتي مني شي وما ساويته؟ أكيد ما حدا شافك مو هيك؟ مستحيل معلمتي، أنا حليت الموضوع مثل ما بدك تمام. وين إسوارة نهال؟ نهال على طول كانت تضلها لابستها وأنت بتعرفي هالشي، ما أنا هون، وينها؟ أنت متأكد إنه كانت لابستها؟ متأكد 100%، نهال ما كانت بتشلحها من إيدها. شوفي أزلام، يلي مع الإسوارة هي المجرمة، لازم تعملي تفتيش عام فوراً. طيب مراد، بس نحن فتشنا بكل الأماكن بنفس ليلة المشاكل وما تركنا مكان، لو كان في هيك شي كنا شفناه مو معه. لأنه ما حدا دور على الإسوارة، بجوز هن شافوها وما حدا لفتت انتباهه. يعني اسمعي أزلام، يلي مع إسوارة نهال هي المجرمة، أنت ما بدك تعرفي مين هي المجرمة؟ خذ يلا هدول إلكن. شو صار؟ شو وضع الزيارة؟ قليلي والله ما شفتها. ليش؟ قدرت حطتني بغرفة الغسيل لأني ما عملت اللي بدي إياه. دينيس ما كان لازم تتورطي مع قدرت، هي مرة خطيرة بشكل مو معقول. على كلين ما عاد فيكي تعملي شي، ما فينا نغير شي بعد يلي صار بهالساعة هي. أوف يا الله. بعطيكي شي كتاب من هدول تغيري جو شوي. لا مالي مزاج هلأ أقرأ أي كتاب. ابنه دينيس ما فيكي تتخلي عن حالك، الشي الوحيد يلي بخليكي صامدة هون الأمل، مفهوم؟ إذا عندك أمل بتتحملي تضلي هون عمر كامل، أما وقت رح تفقدي الأمل تنهاري بيوم بس. يلا خدي كتاب. إيه تمام، شوفي هاد الكتاب أنا قريته وبنصحك فيه، يلا خدي قري. يسلم. عزراء تاخدي شي كتاب؟ لا ما بدي، أخذت مرة وما قدرت أقرأ وخلصوا، خلص رح مشي حالي بهي اليوم. شوفي شي؟ لا والله. لو في شي مشكلة كنت عرفت. الكل عم يحكي عنك هلأ، يعني رح تصيري أسطورة. كيف يعني؟ يعني إنه مو أنا عم قول، الناس عم تقول المرأة يلي قتلت نهال اليوم بكرة أكيد رح تقتل عزراء. فهمتي علي؟ والله أنا ما بيهمني شو عم يفكروا الناس أبدا، أنا ولا مرة بحياتي أزيت حتى حشرة عزراء، كل الناس بترش دواء على الدبان بس أنا بشعل بخور ما بقتل. فهمتي علي عزراء؟ حلو. مستحيل نقدر نفتش مرة تانية بعد ما فتشنا، ما فيني أحمل هيك مسؤولية بنوم. بس ادعاء مراد خطير وانتي لازم تنتبهي. وقال لي انه هو بده ينضم للتفتيش. شو هاد؟ طبعا ما وافقت اكيد، بس أصر انه يكون. لا ما فينا، ما فينا ابدا. ولنفرض انه لقينا الاسوارة بغرفة حدا ويلي لقاها مراد، شو بيصير؟ بوقتها فيك تسيطري عليه؟ سيطري إذا بتقدري. ما فينا. ليك إذا فيك تحكي معه حاول. إيه أكيد طبعاً بحاكي. تمام، معناتها رح نرجع نفتش. أنت خبر الزملاء لكان إيه؟ خلاص عندي، ما تاكلي هم. في شي تاني؟ لا ابنو.
وقفي هون، قربي كمان. تمام. قربي أكتر، قربي. هيك منيح؟ ما فيك تقربي كمان شوي؟ هيك أكتر شي. ماشي، كملي شوي. مراد شفناهن أكتر من مرة، بيرنا شافتهم، وأزلام شافتهم، وأنا شفتهم، وحتى النائب شافهم، والشرطة شافتهم كمان، كل شافهم، ما في شي من هذا بنو. ايه بسيطة، وأنا هلأ عم شوفهم. بس ما فيك تشرب هون أبداً. شو عم تقول أوكتاي؟ شو رح تعمل؟ تشتكي علي مثلاً؟ بتخليوني ألعوني؟ ها؟ يا الله دخيلك. مثل ما قلت لكم يا شباب، رح نفتش بكل مكان بشكل دقيق لنلاقي الإسوارة. كلامي مفهوم؟ مفهوم ست أزلام. مفهوم ست أزلام. تفضل. انتباه، يمين ضرب، الى الامام سر، تحرك. يلا مجموعه على الطابع الثاني، ومجموعه تجي معي. لوين؟ راح اجي فتش معكم. لا استنى، ما راح تجي معنا ابدا. شو عم تقول اوكتاي؟ انا ما عم بقول شيء، وزلام يلا. بس انت وزلام؟ أزلام، أنت بتعرف ليش عم فتش؟ ما هيك أوكتاي؟ لحتى نلاقي الشخص يلي قتل لمرتي. مرتي أنا. كلياتنا بدنا نلاقيه مراد، مو بس أنت. حلو، ابعد لك. قلتلك ما فيك أوكتاي، بعد. قلتلك ما فيك تعمل قصص شخصية يا مراد. أوكتاي بعد أحسن. روح، لأنك معصب وسكران كمان، ما تعمل شي تندم عليه. بهالحاله عم تأذي حالك، فهمت علي؟ انتظر هون هلا ولا تكبر القصص. ما بدي اعيد كلامي، فهمتني؟ ما تخلوا يفوت، فهمتوا؟ خطر على عقل نانا ما قالته ذات مرة. كل نطفة ثلج أصبحت معاناة خرجت من فم امرأة تعرضت للظلم في هذه الدنيا. جميع التنهيدات ترتفع إلى السماء وتجتمع على شكل سحب، ثم تنقسم إلى قطع صغيرة وتمطر فوق الناس بصمت وبكل هدوء. هذا الوصف يعرض ما تحملته النساء من الظلم مثلنا. كيف تحملنا ما أصابنا بصمت ودون أن نصرخ ألما؟ طلعوا لبرا، شاو هيك، شاو، طلعوا لبرا كلكم. يلا لشوف، يلا عسلي. ما بدي اشوف حدا هون. لقيت السوارة، بكرر، لقيت السوارة. بس
هي مو اسوارتي. امشي امشي يلا وليك ارجعي هيك. شو عم تحركي؟ اوكتاي لقيتها تحت فرشتها، هي المجرمة. هي سوارة نهال. Kurulu bir makineyim ya arıza yaparsam, istemediğim halde ya devrelerimi yakarsam, durmam gerek ya yere yıkılırsam, ya bir çuval inciri mahveden ben olursam, bir daha düşünecek olsam, aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam, eyvahlar olsun bir daha kanmam, ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam, sorduğum soruların yanıtını almam, cevap belliyse sorusunu sormam, dişlerim sivri ama korkma sırma. Bana bit lan artık derler azalma, sohbetini de düze tek haz almam, çoğundan hoşlandığımı pek sanmam, İstediğim anda istediğim yerde olsam, Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam, İnkarı bırak.